أنا معكم أخوتي سلام ربي يسوم قلوبكم. قصة سمعتها من أحد الرهبان، خبرني إياها، جميلة جدا، عن القديسة رفقة وشو صار معها وبمين تلاقت وقت مجزرة 1860 اللي صارت بالجبل. بيقول إنه لما القديسة رفقة مثل ما كلنا بنعرف خلصت الولد بعجوبة ولفته بتوبة، بيكون مارق من هنيك البطل اللبناني يوسف بيك كرم. بيشوفها للقديسة رفقة، بيعرفها من توبة إنه راهبة، وبيقرب حتى يحيدها يفوتها على أحد البيوت أو يرد على الكنيسة مشان ما حدا يتعرض لها. هو عم بيقرب حتى يحكي معها، طبعا هي خافت لأنه ما بتعرفه، واللبس كان موحد بين المسيحيين والدروز وولاد الجبل موحد، فخافت منه. بيعرفها فورا لما عبطت الولد وقال باسم الصليب ورجعت خطوة لورا. طبعا كان هو مؤمن كتير، ذكي كتير، بتعبير وجه عرف انه نقزت منه بكل بطولة وإنسانية، عم يقول لها مشي حتى احميكي، وشاف انه نقزت بشيل ايده هيك ايده اليمين وبفرجيها لف عليها مسبحة الوردية. اللي بيقال عن البطل اللبناني يوسف بكرم انه ما كانت تفارق ايده مسبحة الوردية واللي فيها انتصر عدة انتصارات، حكي انا منها قبل وبيسوى انه نحكي عن هالامر اكثر. كان ايمانه كثير قوي، حبه للعذراء كثير كثير كبير ومخلصته عدة مرات، كان على طريق زحلين، كان بقلب صغرتها، كان بأهدن عدة مرات، عنده عجايب وقصص مع أمنا مريم العذراء. بس يرفع ايده هيك وتشوف القديسة رفقة الوردية بتقرب لحالها بكل إيمان بكل ثقة بكل طمأنينة، حامل مسبحة الوردية، هيدا أكيد مؤمن كبير وبطل كبير للشيء اللي قاله والحكي اللي سمعته وبإيده مسبحة الوردية. بس تقرب وماشي هي وياه واخدها لحتى يخبيها، بتقله انت منين، بعرفها على حاله وبيقلها انا من صغرتها من اهدن، بتقله سيدت صغرتها تحميك. وهون بتخلص الخبرية مثل ما بنقول على طول خلصت الخبرية، بس انا لا، اليوم بدي اقلكن من هون بديت الخبرية. ومع كل قصة قديس، مع كل قصة بطل ايمان، بنقول بلشت الخبرية والله معك.